السيد عبد الكريم بن عتاق الوزير المنتدب المكلف بالمغاربه المقيمين بالخارج وشؤون الهجره الذي انتقل الى اقليم اخر اللي هو اقليم الدريوش بمشاركه مواطنين من مغاربه العالم لهذه الجهه في هذا الاحتفال ديال اليوم. وبهذه المناسبه يشرفني ان اتقدم بالشكر الجزيل للسيد والي جهه الرباط سلام القنيطره وكل الساهرين على تنظيم هذا الحفل بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج والذي يندرج في إطار العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمختلف القضايا التي تهم كل المواطنين بما فيهم المواطنين المقيمين بالخارج والتي تترجمها مضامين العديد من الخطب السامية لجلالته وقد ذكرنا السيد الوالي بإحداها. كما أن دستور المملكة أقر جملة من الحقوق والواجبات والتي تضمن حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وكذلك صيانة هويتهم الوطنية بالإضافة إلى إشراكهم للمساهمة في مختلف أوراش التنمية ببلدهم الأصل. انطلاقا من ذلك تم تضمين العديد من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى النهوض بقضايا وشؤون مغاربة العالم ضمن البرنامج الحكومي الذي تقوم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة إلى جانب عدد من المتدخلين بتنزيل مضامينه ذات الصلة خاصة ما يتعلق بالارتباط بالهوية والثقافة المغربيتين وأيضا تشجيع مساهمة هذه الفئة من المواطنين في تنمية بلدهم الأم. ولتقييم العمل الحكومي في هذا المجال عقدت اللجنة الوزارية لشؤون مغاربة العالم والهجرة اجتماعها السنوي يوم 24 يوليوز 2018 برئاسة السيد رئيس الحكومة للتطرق إلى مختلف القضايا التي تشغل أفراد جاليتنا بالخارج وذلك على المستويات الثقافية والتربوية والاجتماعية والإدارية ومواكبة استقبالهم وتعبئة الكفاءات وتشجيع الاستثمار. وبهذه المناسبة طالب السيد رئيس الحكومة كل الإدارات والمؤسسات لتحسين خدماتها المقدمة لمغاربة العالم وكذا حسن استقبالهم والإنصات إليهم. وقد استمعتم لكلمة السيد الوالي الذي أعطانا نموذجا لترجمة هذه التوجيهات التوجيهات الملكية في هذا المجال إلى عمليات ملموسة على مستوى الجهة. حضرات السيدات والسادة، إن احتفالنا باليوم الوطني المغاربة المقيمين بالخارج الذي يصادف يوم 10 غشت من كل سنة ليشكل مناسبة سنوية وفرصة لتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأم وخلق فضاء للحوار بين مغاربة العالم ومختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، كما يعتبر مناسبة للوقوف على الإنجازات واستشراف الآفاق والتطلعات الجديدة خاصة في ظل التحولات المحيطة بواقع مغاربة العالم في بلدان الإقامة والتي تطرح تحديات ورهانات متجددة باستمرار. خلال هذه السنة وقع الاختيار على موضوع دور الكفاءات المغربية بالخارج في تنمية الاقتصاد الوطني إيمانا منا بالدور الذي يلعبه مغاربة العالم على مستوى الاقتصادي من خلال مساهمتهم الفعالة في مختلف الأوراش الاقتصادية بالمغرب وذلك بفضل ما يسخر به مواطنون بالخارج من كفاءات علمية ومعرفية عالية في مختلف المجالات.